ذكر السنة الماضية الحمد لله فريق نهضة تبركان الحمد لله استفد من الدرس. الإقصاء ديالنا من بعد الإقصاء كانت عندنا جلسة مع المكونات الفريق برئاسة السي فوزي القجاع باش نرجعوا للمنافسة الإفريقية. خصنا نرجعوا بقوة، وإلا بغينا نرجعوا بقوة خصنا نتوجوا بكأس العرش. الحمد لله توجنا بكأس العرش اللي المسار ديالو حتى هو ما كانش سهل، والحمد لله الرجوع ديالنا للمسار الافريقي رجوع بقوه، والحمد لله الدليل على هذا هو انه الان حنا في النهائي، نهائي ضد فريق عريق، فريق قوي بالارقام ديالو. غير المباراه ديال النهائي بالخصوصيات ديالها ماشي سهله، ولا سيما غادي تلعبها ضد فريق نادي الزمالك. والحمد لله كما شفتوا المباراه ديال الذهاب مباراه رغم اننا حقنا الانتصار بحصه صغيره الا وانها كتبقى عندها معنويات اخرى، وعرفنا كما بغات تكون الظروف الا وغادي يكون الحسم في مصر. لذلك مباراه الاياب كتختلف تماما على مباراه الذهاب. غادي نمشيو ندافعوا على الحظوظ ديالنا، غادي نحاولوا ما امكن نحافظوا على اللقب اللي كان مغربي ونزيدوا ندافعوا عليه باش يبقى مغربي ان شاء الله، ونفرحوا المغاربه كاملين لاننا الان كنمثلوا لو درابو ماروكان. كنتمناو نكونوا في نهارنا ونحققوا هذا اللقب هذه اللي كيتسناها صغير وكبير، وكمدينه بركان الشغوفه والناس واللي كيخدموا وكيجتهدوا، وكذلك الجمهور اللي كان عنده الفضل الكبير باش نوصلوا لهذا المستوى. فالاحساس ديالنا كلاعبين هو اننا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا، وكنبارطاجيو هذه النقطه هذه مع الجماهير ديالنا ومع الجهه الشرقيه بصفه عامه، لان لو كان كانت حتى فريق موليات وجده في المرحله اللي حنا فيها حتى حنا غادي نساندوهم وغادي نشجعوهم. لذلك الان دابا حنا بغض النظر على اننا كنتميو للجهه الشرقيه، قلت لك تنمثلوا له درابو ماروكان، وهذه نقطه مهمه لان الان السنه الماضيه هذا الكومبيتيسيون هذه توج بها فريق الرجاء البيضاوي، دونك المسؤوليه كتزيد على العاتق ديالنا، وكتزيد باننا خصنا نحافظوا على هذا اللقب اللي كما قلت لك كان مغربي وخصو يبقى مغربي. لذلك هي هذه النقطه هذه حتى هي تشريف وتكليف في نفس الوقت. لذلك كنتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ونمثلوا المغرب احسن تمثيل.